تنحكي عن المتغيرات يلي عم تشهدها الأسرة بتربية أطفالها وبالتاريخ المعاصر هلا والأحداث والتكنولوجيا، والأسرة كمان عم تشهد كتير من التغييرات الجذرية العميقة بعالم عميق موجب بالتطورات المتسارعة مع تحولات العولمة والثقافات المستوردة اللي نجحت بالتغلغل بشكل كبير ببنية بيئتنا ومجتمعاتنا اليوم. يا سلمى، صحيح عفاف، ويمكن طبعا هاي المتغيرات عم بتأثر على الأسرة بشكل كبير وعم بتخلي الأسرة تتجه نحو الفردانية بالتصرف، وبالتالي كتير من القيم اللي تربينا عليها وكانت مزروعة فينا بفضل طبعا المجتمع بفضل أسرتنا اللي هي الدائرة الأولى بحياتنا تغيرت. شو الوسيلة والطريقة بالتربية اليوم لحتى ترجع الأسرة لتلعب دورها الأساسي بحياة الفرد، ولحتى نقدر نتلافى مشاكل العصر الحديث والتكنولوجيا وأيضا السوشيال ميديا وغيرها من المتغيرات يلي عم بتأثر على حياتنا بشكل كبير؟ كتير من الأسئلة رح نطرحها على ضيفتنا يلي معنا بالاستوديو، الدكتورة تغريد مسلم، وهي أستاذة في جامعة دمشق في علم الاجتماع. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، صباح الخير. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم موضوعنا جدا مهم بخصوص الأسرة يلي عم تغير ممكن شوي من مبادئها لحتى ترضي أبنائها بخصوص التربية. اليوم كيف ممكن إنه الأسرة تحافظ على مكانتها وتلعب دورها صح مع تطور التكنولوجيا والأحداث يلي عم تصير هلا؟ صحيح، بداية لابد من أنه نوصف الواقع بشكل يعني صحيح وحقيقي لنقدر نطرح الحلول. بنشوف أنه الأسرة، طبعا الأسرة هي الحجر الأساس في بناء المجتمع، هي أصغر نواة وهي النواة الأساسية لبناء المجتمع. فإذا هالأسرة تعرضت للتشوه أو تفككت أو تهدمت، رح نشوف انه المجتمع كله اصبح بخطر واصبح معرض للتفكك ولانه يكون باتجاه اخر. فلذلك الاسره هي يعني شيء مهم وضروري ولابد من انه نتوجه لها ونحاول نحميها قدر الامكان او نعيد بناء اسسها الصحيحه حتى تكون قويه وتقدر تواجه المستقبل بافرادها اللي هن الابناء. التغيرات رح نشوف نحن حاليا بدأت يعني عم نلاحظ السلوكيات اللي هي بتعكس التغيرات اللي طرأت على الأسرة وبشكل عام على المجتمع. فنحن أمام تغيرات جديدة عم بتواجهها الأسرة ويواجهها المجتمع. هالتغيرات مسبباتها أو هي نتجت عن عاملين وعاملين كبار. العامل الأول هو الحرب وما أتانا من نتائج من الحرب، وكذلك العامل الآخر اللي هو العامل التكنولوجي أو التطور والتقدم التكنولوجي ودخول السوشيال ميديا وسائل التواصل إلى كل فرد ولكل منزل. هدول وحتى كانوا تقريبا بفترات متقاربة يعني أتوا مع بعض، أسارهم كانت مضاعفة بشكل كتير كبير. فهذا الشيء عرض الأسرة لمخاطر كتير كبيرة وأصبحت مهددة يعني بشكل كتير كبير. فلذلك أنا بدي اتجه أنا أولاً عالج آثار الحرب. نعرف نحن الحرب آثاره كتير كبيرة على الصعيد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني، كل هدول مع بعضهم وكلهم بيأثروا على الأسرة. وما فيني أنا أقول عامل دون أنه ما يكون العامل الآخر عم يتداخل معه ويكمل معه. فلذلك أنا أمام تحديات كتير كبيرة بوضع اقتصادي متردي، بوضع اجتماعي أصبحنا نلاحظ العديد من الأسر أو غالبية الأسر تتجه إلى الفردية مثل ما وضحتي حضرتك بالبداية. يعني بدأنا نشوف العائلة الكبيرة أو أنواع العائلة اللي إحنا معتادين عليها، العائلة الممتدة والعائلة، بدأنا ما عاد يعني نادرا ما نشوف العائلة الممتدة، عم نشوف العائلة النووية، العائلة الصغيرة، وعم نشوف الأخ ما عم يحكي مع أخوه. عم نشوف مشاكل كتير بالقضاء بالمحاكم السورية، إرث وطلاق أكثر وسرقات أكثر، القضايا اللي هي عم تسجل يعني ارتفاع. فهي كلها بتنم على أمراض اجتماعية وعلى تفكك اجتماعي موجود بالأسر وبالمجتمع بالعموم. كمان نحن عم نشوف مظاهر سلوكية جديدة عم تكون موجودة، عم تعطى مبررات لإلها طبعا مرفوضة، وأنا حتى يعني ما بدي أحكي شو هي حتى ما يكون يعني إنه نحن مقرين فيها، لأ
أنا ضدها ويجب محاربتها بالكامل، لأن لا تمت لمجتمعنا بأي صلة ولا لثقافتنا بأي صلة. إجا الإنترنت كمان لنجي نأخذ من الطرف الموازي والمقابل، دخل الإنترنت وعمل عمله بمجتمع مستوى خليني أقول الوعي محدود، فأدى إلى أنه ينحرفوا أفراد هالأسرة باتجاهات لاستخدام هالإنترنت غير ليست بمكانه، فاستخدم لتمضية وقت الفراغ واستخدم لأخذ منه ما نفتقده أو ليس لا يمت لنا بصلة. طبعاً معروف أنه السوشيال ميديا تتوجه إلى المجتمعات بثقافة، مثل ما هو مجتمع افتراضي دخل وحل وفرض وجوده، كذلك له ثقافة له عادات له تقاليد، وكذلك له شروط وخلينا نقول محددات وضوابط قانونية. فإذا أنا ما واجهت ووعيت بكل هالمخاطر وما يأتي وما سيكون من آثار، رح نشوف كلنا رايحين لثقافة لا تمثل ثقافتنا بأي صلة. صحيح. طيب دكتورة، حضرتك حكيتي عن كثير من المتغيرات اللي هي هلأ حاليا نحن عم نعيش فيها، وإن كان جزء منها هي الإنترنت والتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، أيضا هاي الشيء أثر على أسلوب التربية عند الأهل، خلاهم ياخذوا أسلوب شوي مختلف لحتى يجاروا هذا العصر. ويمكن حكينا سابقا بالتفصيل عن بعض المشاكل اللي نجمت من الطفولة للشباب بهذا الموضوع. اليوم قديه بتشوفي هذا التأثير صار كتير كبير وعم بيأثر مو بس على الفرد الواحد، عم بيأثر على المجتمع ككل؟ صحيح. المعروف أنه الأسرة هي الضابط لأفرادها، عندما يتراجع دور الأسرة سيتراجع الضوابط وينفلت هؤلاء الأعضاء. طبعاً أنا لما بكون مع هالأعضاء الأسرة هالأبناء، إذا أنا عاددهم على المسؤولية على تحمل المسؤولية، ما في مشكلة إنه هن ينفصلوا ويعيشوا حياتهم لأنه رح يكونوا مؤسسين صح. لكن أنا بمجتمع يعني السلطة الأبوية موجودة وكبيرة، فأنا على أي أساس بدي أترك هذا القول هالأبناء إنه التطور وأن روح استقل بحياتك ما نو مهيأ. التربية لحد الآن ما عم بتتم على المسؤولية، عم يكون في عنا رعاية وليس التربية. ما زال حتى الآن الأسر تحتاج إلى توعية بدورها وبمسؤولياتها. لا أنا كمان دائما وبشدد ودائما بأكد على كل مرة لقاء إنه الأسر اللي بدها تبدأ جديدة، يعني الشابين بدهم يرتبطوا جديد، لازم يعملوا دور التأهيل كيف ممكن هن يعيشوا هالحياة الأسرية وكيف بيربوا الأبناء. لازم ينعدوا لأنه الدور الأول هن إنهم يجوا بأبناء ويعطونا مجتمع جديد قوي صلب قوي يعني قادر يتحمل المسؤولية، فلا بد من توعيتهم بهالدور، يعني ينعمل لهم دور التأهيل لحتى يعرفوا كيف هن، حتى ما يردوا يرجعوا شو قالت حماتها وشو قالت أمها وشو قالت يعني كل شو. نبدأ ناخذ نتوارث خلينا نقول السلوكيات اللي كانت بزمن مقبولة بهذا الزمن غير مقبولة. لذلك بنشوف الأبناء هلأ بدأوا يطلعوا من السلطة الأبوية أو بدأوا يعني يخرجوا خارج ضوابط الأسرة. طيب شو سبب أنه هالأبناء عم يطلعوا خارج ضوابط الأسرة؟ المعروف أنه الأب والأم هن لهم وظائف، الأسرة إلى عدة وظائف اقتصادية واجتماعية ونهج حياتي وغيرها، والوظيفة الاقتصادية تعتبر من السلطة لوجود الأسرة. يعني الأب بالتمويل اللي هو بمده للأبناء هو يوم يعني هو له سلطة، دور كم من السلطة في إنه إذا قطع التمويل على الأبناء يعني بيحدد لهم حركتهم، بيحدد لهم يعني احتياجاتهم، أو وفق لمستوى الكمية المالية اللي عنده بتكون احتياجات الأسرة. طيب لما إجا الإنترنت ودخل هون وعم يقول له لهذا المراهق ولهذا الشاب تفضل واشتغل من خلالي وخذ أموال كثيرة، وعم تجيه مبالغ كبيرة أكثر بكثير من اللي دخل الأسرة. رب الأسرة، فهون شو عم يجي هذا الشاب الصغير أو خليني أقول يعني اليافع أو الشاب اللي هو جاه الدخل الكبير اللي كان أساساً هو بينتمي أو هو منقاد بأسرته، لأنه كل احتياجاته من أسرته طبعاً، غير أنه الاحتياجات وكل الأخلاقيات والمعتقدات والتقاليد وغيرها، لكن أخذت هذا العامل لأنه له أثر كتير كبير.
فهون بدأ يعني يعتبر حاله أنه هو مسؤول وأنه هو صاحب سلطة وهو بيقدر يقرر، وبدأ ما يسمع لحدا ويتصرف بما يأتي بكيفه، يعني يعوض كل الأشياء اللي كان محروم منها أو الدور اللي كان محروم منه بدأ يمارسه بأنه هو يعني أنا عندي المصدر أو عندي شيء، يعني أحد أسس القوة اللي بتخليني أنا مارس هالدور لأكون أنا يعني صاحب قرار بهالأسرة. ونحن بنعرف أنه غالبية الأسر يعني بتربي الأبناء على أنه هي يعني بتعتبر أنه تربية وحماية، لكن هي تبعية لما ما بتشركه بالقرار، لما ما بتخليه أنه هو يساهم بقرارات الأسرة، لما بتخليه أنه يكون هو يعني له دور بهالاختيارات، بيخلي عنده الثقة محدودة أو خلينا نقول متراجعة شوي. فأنا لما أجيت مسكته، لما إجا مسك مصدر من مصادر قوته، يعني راح نشوف انه هو عنده سلوكيات مختلفه عما هو مطلوب. لذلك بنشوف كثير من الابناء انه هن يعني ما عم يردوا على اهاليهم، مثل ما بداتوا بالحديث انه ما عم بيرد على اهله. ليش؟ لانه هو يعني ما له بقى محتاج لاهله. طبعا هذا خطر كثير كبير، لابد من انه نحن هلا نعرف كيف نتعامل مع كل هالمتغيرات، و لا يعني موعب إذا وضعنا أسس جديدة وتوجهنا بطريقة جديدة للأسرة وللأبناء، ونشوف نحن كيف بدنا نحميهم وكيف ممكن نوضح نعيد دور الأسرة من جديد ونوزع هالأدوار بكل الأسرة. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن تكوين الأسرة يلي اختلف اليوم بتربيته بمعاملته مع أبنائه، يعني من جهة عم يواكبوا العصر الحالي والموضة والتكنولوجيا وعم ينسوا الأسس والمبادئ الأساسية القديمة يلي هنن الأسرة والآباء تربوا عليها، وعم يعاملوا أطفالهم بشكل مختلف تماماً مواكب للعصر والموضة والتكنولوجيا. هالشيء قدي ممكن يأثر أو يساعد الفرد اليوم بأنه مثل ما حكينا يستقل بحاله والفردانية ويرتكب حتى أخطاء بمستقبله؟ صحيح. يعني لا، أنا اللي بشوف هلأ من الأسر أنه يعني بيعتبر أنه أنا هاي تربية حديثة. مين قال لك انه هي تربية حديثة؟ لما بتعطي ابنك اللي هو من يعني مو بس من السنة سنتين وثلاثة، لا من الاشهر عم بيمسكوا الموبايل، عم بيعتبر انه انا صح. يعني عم امن له الحداثة وابني يعني شوفوا شو شاطر، يشوفوا شو يعني عم بيفتح وبيقلب لحاله. طيب هاد انا ما لما بدي اجي واخذ يعني هالاشياء وطبقها واعتبر انه انا عم اقدم لابني هالتكنولوجيا لتساهم بتطوره، بدي اعرف انا شو اثاره وكيفيه استخدامه وشو الاشياء اللي لازم يشوفها. وكمان انت امام خطر، ما هو دائما نحن بنقول انه الدور الاساسي للاسره عم نشوف انه رب الاسره كان هو المصدر الاول بتزويد الاسره بالمعلومات، هو مزود المعلومات صحيح، ولذلك كان هو له القرار. طيب هلا هون مزود بالمعلومات، هل هي الاسره حاليا؟ هل هو رب الاسره هو اللي عم بيزود الابناء بالمعلومات؟ طيب ليش ما عم يربي ابنه مثل ما هو تربى؟ طيب حاليا هو عم بيعتبر انه انا بدي ربي ابني تربيه حديثه، يعني مفكر يعني معتقد انه انا اذا جبت له الموبايل وخليته يقعد على الانترنت انه انا عم ربي تربيه حديثه وبده هون المشكله دكتوره. هي مفهوم التربيه الحديثه للاسف مو واضح للكل، واضح يعني في ناس بتعتبر انه انا لازم اكون صديق ابني. صحيح، هو مزبوط انا لازم اكون صديق ابني، بس في حد فاصل بين صح. يعني بين ما انا اكون ممكن امزح واضحك انا وياه واتقبل وخليه يرتاح ويحكي لي كل شيء، وبين نوصل لانه هو ما يستمع لي او يعتبر انه رايي مثل قلته اذا استشارني او ما استشارني. خلينا نحكي عن هي الحدود صحيح. المقصوده بالتربيه الحديثه. صحيح، دائما الابناء يعني نحن بنقول لابد من ضوابط، واي امر خرج عن ضوابطهم فلت. فالأسرة لما أنا يعني بتكون الضوابط موجودة رح كون هالأسرة يعني أنا محافظ على أمانة، لكن لما هالضوابط عم تتراجع، يعني سلطة الأب عم تتهشم أو دوره للأب عم يتراجع، عم دور الأم إذا كان تراجع، أو خاصة إحنا بنشوف كتير مخرجات الأم صارت عم تأخذ أكثر من دور، أم وأب وكذا دور عم تشتغل عليه. فأنا لما بدي تكون هالأدوار عم تتراجع رح شوف إنه أنا صار في عندي خلل. فلذلك نحن عم نقول انه كيف انا بدي ربيهم بالشكل الصح
او هل كون انا صديق او هذا. دائما الاطفال انا بحتاج لنظريه الثواب والعقاب، في عندي ثواب وعقاب، يعني انا بدي تابع الولد وبدي احط ضوابط وبدي عاقب، بدي اتدخل بالوقت الصح لحتى انا ما يكون هو صار بمكان ثاني واجي بعدين بدي اتدخل. فلذلك لا، الابناء بحاجه الى متابعه والى تدخل واستخدام خليني اقول العقاب بمكانه المناسب. صحيح انا بدي احاورهم وبدي صادقهم واعرف خليهم يعني يكون في حوار، بدي اعلمهم على ثقافه الحوار لكن في ضوابط، ثقافه حوار لكن اذا انت تجاوزت الحوار بهذا الحد لابد من عقاب، لابد انه ينحط، لابد من عقاب، لابد انه حتى يعرف انه في ضوابط وانه هو ما بيقدر يشز عن هالضوابط. والا اذا انا تراخيت بضابط ورا الثاني انت رح تكون امام شاب ما عنده اي ضابط. طيب خلينا دكتورة بآخر دقيقة من الوقت نعطي أهم النصائح اليوم لكل الأهلية اللي عم يسمعونا أو لكل اثنين ممكن متزوجين مقبلين على تربية أطفال أو عندهم أطفال صغار بحيث يلحقوا الوقت قبل ما يفوت الأوان. أهم النصائح. صحيح، أهم نصيحة للشخصين لو أو لا خليني أقول للأسرة القادمة المستقبلية اللي قادمين على الزواج، أنا بنصح أنكم تعملوا دور التأهيل كيف نحن ممكن نبني أسرة. الزواج مو بس أنه عملنا العرس وعملنا هالمهرجان وبعدين بدأت المشاكل، لابد من انه تعرفوا شو هي واجباتكم، شو هي مسؤولياتكم، وكيف منقوم بهذه صحيح. الواجبات، شو هو دورنا وكيف بدنا نقوم بهذا الدور. اما حاليا اللي عندهم ابناء انا برجع بشدد بحذر جدا من الموبايل، وسائل التكنولوجيا خلوها تكون ضمن ضوابط معينة وخلوها تكون برقابة. انا ما انه تكون برقابة لانه انتم تجهلون ما اثر وما بها، لانه نحن امام اباء هن ما بيعرفوا شو فيها هالتكنولوجيا من خلينا نقول نحن صار يعتبرونا الجيل القديم، فما هو الولد عم يكتشف وعم يفوت عم يبحر، هو اسمه ابحار بالتكنولوجيا، عم يبحر عم يوصل لاماكن يعني لمجتمعات ولعادات ولقصص غريبه عجيبه. لهيك دائما نحن من خلال حضرتك ومن خلال الفقرات التوعويه اللي عم تطلع عنا عم نحاول كل مره انه نحن نظهر هاي المشاكل من خلال ضيوفنا الاختصاصيين. شكرا لك دكتورة تغريد. شكرا لك، وبرجع انا باكد على الضوابط، على التشدد بالقيم، وكذلك الدين له دور هلا بهذا الوقت، الدين له دور بانه يرجع يقومنا. ممكن نتوسع فيها المره القادمه. شكرا. شكرا لك دكتورة تغريد، اليوم كنت معنا وحضرتك استاذه بجامعه دمشق قسم علم الاجتماع، اهلا وسهلا فيك.